في المثنى تظاهر المئات أمام مجلس المحافظة مطالبين بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وقال مراسلنا إن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بتوفير الوظائف وفرص العمل وتحسين واقع الخدمات، فضلا عن محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأضاف أن نحو 2000 متظاهر نظموا الاعتصام في ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة، فيما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط التظاهرات.